وسائل النقل خصوصا حنايا عندنا في مغوغه صغيره، عندنا الترامبي، عندنا نيمورو 18 كتعطلنا بزاف، كنتعطلوا ديما من المدرسه، كنضطروا نجيو في التاكسي وما عندناش التاكسيات كبارين، يعني وسائل النقل عندنا ضعافين بزاف، ما كنقدروش نمشيو لبلاصه على راحتنا، يعني مثلا حتى المدرسه كنتعطلوا بزاف، يعني حتى يعني مثلا داخلين في 8 بالمرات كنوصلوا حتى 8 ونص. نشدو الوالي بانه يعطينا فرص الشغل من نقراو ان شاء الله، وحيت حنا كنعدلوا كاع اللي في المجهود ديالنا. السلام عليكم. المهم انا كنقول لك زعما تنوجه واحد الكلمه للمسؤولين كاملين، بالنسبه من المدينه طنجة كننتظروا منها تكون واحد شويه يزيد الامن اكثر، لان لاحظنا بالاخص هاد الثلاث ايام هذه اللي جيت انا شفت فيها بزاف الامور ما كنتش كنظنها بحال هكا، لقيت باللي كاينه الشفاره بزاف، كاين بنادم الكريساج بزاف لواحد الدرجه كبيره، ديما انا غادي في اي درب تندخل تيجي عندي بنادم تيقول لي تيليفون للبيع شي ساعات تلقاها اوريجين وهذا واعر على البيع، منين جاي فهمتي كلشي مشفور، بنادم واحد الحاله ما كنتش نظن هذا الشيء وما بغيتش هذا الشيء، بقى نتمنى من الله يزيروا شي شويه في هذا الشيء هذا والامن يكون اكثر. انا دابا تنسكن هنا في مدينه طنجه وتنشوف بالنسبه للاستقرار ديال المدينه مزيان فهمتي، هو بالنسبه لبزاف الحوايج اللي خاصين بحال الشغل بحال الايجار ديال السكن شويه غالي مرتفع شويه، وتنتمنى زعما كاين يساعدوا الناس في هذا الشيء. وبالنسبه للترونسبور شويه راه ناقص، والمعيشه شويه بحال زايده هنايا، وتنتمنى من الناس يسمعونا ويعاونوا شويه الناس كاملين. بالنسبه للسكن، السكن شويه اللي مأثر علينا بزاف صراحه، انا جاي خدام هنايا ولكن السكن غالي، ولا بغيتي تسكن شويه رخيص خاصك تبعد على المدينه وضروري الترونسبور وهادي، وانا تنخدم في المدينه فهمت، يعني هادشي تنشوفو شويه باقي صعيب. ساكن هنا في مدينه طنجه كنطلب المطالب ديالي هي تبعد منا السلطه و تخلينا نبيع ونشري وما كنديروش شي حاجه اللي خارجه القانون، وكنطلبوا غير القمه العيش، غير القمه العيش باش نخلصوا الكرا وباش نقوتوا ولادنا وباش نكونوا، هذا هو المطالب ديالي اختي، كنطلبوش شي حاجه ما اكثر من هذا الشيء. لا الراي ديالنا اللي بغينا في هذا المغرب هذا، اللي بغينا من هذ المسؤولين هذا، ما بغينا حتى حاجه، شي حاجه صعيبه ما بغيناش، بغينا هي السهله، بغينا هي الصحه، التعليم، التشغيل، هادشي اللي بغينا، هاد المطالب. كنلقاو العنصرية هنا في طنجة، نكذب عليك كنلقاو العنصرية. دابا أنا ثلاث أيام وأنا هنايا، كنقلب على الخدمة، أنا خدام في 6 الصباح كنخدم، ولكن كيجي كنبات في لوطي. كنبات أنا ب 20 درهم مع 6 ولا 7 في بيت واحد. ما كاينش بزاف، ما كاينش، جينا نهضرو، ما كاينش بزاف. طنجة مدينة عادية معروفة على الصعيد المغربي كامل، فهمتي، يعني فيها ما يدار، فيها كلشي، مدينة سياحية، مدينة فيها خدمة موجودة، كلشي، فهمتي. يعني شي حاجه اللي ابا المدن الاخرين اللي ناقصهم، عندهم نقص في الشغل، عندهم نقص بحال بزاف د الحوايج، فهمتي، كاين يعني كاين ميتشاف في طنجه، طنجه ما كيبان لينا ما عندها حتى شي نقص، يعني طنجه مدينه زوينه فيها ميد الحمد لله صراحه الله. المدينه طنجه غاديه في الازدهار والنموم، وتنطلبوا السيد العمده المجال الصحه والمجال التعليم، والناس اللي كتجي لمدينه طنجه خصهم يلبيو لهم الخدمه والسكن يكون مزيان. انا بصفتي كمواطن فهمتي كنطالب الناس المسؤولين فهمتي يشوفوا واحد الالتفات لهاد الناس اللي كيقيلوا ينعسوا في الزنقه، ماشي هما ما نحسبهمش متشردين، هما راه ديجا متشردين فهمتي، انهم كينعسوا في الزنقه مساكن يخرجوا يبيعوا ولا يديروا اي نامبورت كوا فهمتي، باش يجيب ما ياكل ولا فهمتي يتقاتل، وعنده بزاف الظروف ديالو فهمتي. المهم هذه النقطه بالنسبه للمتشردين اللي كيقيلوا ينعسوا في الزنقه، وكاين كوتي اخر ديال البنات كيخرجوا مساكن حتى هما، يعني بنت ما تلقاهاش كتنعس في الزنقه، ولا انها تلقاها كتخرج الدومين ديال الفساد فهمتي، اللي هنا ولات متداولة بزاف فهمتي. وانا كنطالب الناس فهمتي يتعاملوا مع هاد البنات بيان سور، ماشي فهمتي ما يقولوا لهم شي كلام خايف فهمتي، لانه كلمه زوينه تقدر تبدل هذيك البنت ترجعها للصواب. وكنشوف يعني كنطالب انا هذوك الناس
هما فهمتي تولوا هذا الامر فهمتي، وتا لو كوتي ديال المجتمع المدني تا هو خصو يتدخل في هذه المسائل. قلت لك امتي كنتمنى يديروا الجهويه ويطبقوها على المستوى الوطني ماشي غير المنطقه ديالنا هنايا، لان الجهويه كتعطي جميع الدول عطات ماشي غير المغرب، وان شاء الله تكون تجربه مزيانه والحمد لله الشباب موجود والاطر موجوده، خصنا غير شويه دفعات شي دفعه وصافي.